موضوع عن تربية. اعتبرها مقضية. والنبي الأستاذ فتوح على أي فين؟ اسأل في الكاونتر. ألف شكر. الأستاذ فتوح مكتبه في آخر الطرق. هاتي حتة يا بنت، هاتي بوسة يا بنت. مزاجك عالي قوي النهاردة يا فتوح. إيه مجهود البصلات الحلوة كلها والشغل؟ جامدان يا بنت أنت كده. إيه في إيه؟ في إيه؟ طبعا إذنك يا أستاذ فتوح. روح يا أختي. في إيه؟ في إيه؟ انت مين يا جدع انت وعايز ايه بالظبط؟ بقول لك ايه؟ انا ما اقبلش التهديد ولا قله الادب. لو قربت مني هندهلك عمال الكافيتيريا يشيلوك يرموك في الشارع. لو قربت خطوه تانية او لمستني هطلب لك البوليس. هو في ايه بالظبط؟ دعاء. مالها دعاء؟ لما مشيت امبارح سابت هدومها. هدومها؟ هي فين؟ حضرتك هناك، هناك في الكيس البلاستيك الاسود اللي على الكرسي اللي جنب الكنبه هناك دي. المرتب. مرتب ايه؟ هو حضرتك تقرب لها؟ ما يخصكش. المرتب. بس خلي بالك هي مخصوم منها 8 ايام. وبعدين بقى هتقرفني معاك ولا ايه؟ حاضر. انا عايز منك 350 جنيه ما يقلوش مليم. حاضر. حقها. حاضر حاضر. اتفضل معاك. خد اللي انت عايزه. خده خده خده. تشكر يا باشا. معقول يا باشا؟ طب ما تخلي خلي. طيب ايه يا عم الامور؟ انا الايام اللي قضيتها في السجن اكتر من الايام اللي قضيتها براه، واصحابي اللي في السجن ايوه اكتر بكتير قوي من اصحابي اللي براه، واحمد ربك انها عدت على كده. بس وديني وما اعمل وايمانات المسلمين، لو فكرت حتى تهوب من دعاء هكون واخد عمر. حاضر يا باشا. مش فاهمني؟ حاضر. مش عامل كده تاني. خلاص حرمت يا باشا. حرمت يا باشا. خلاص يا باشا. خلاص خلاص يا باشا. وبطل الحركات الوسخه اللي بتعملها مع بنات الكافيتيريا دي. خلي ربنا يفتحها في وشك بقى. سلام. عم رز خير يا حرب يا ابني؟ العربيه ما بتتش في الموقف امبارح ليه؟ معلش يا عم رز، كان عندي مصلحه كده بقضيها خدت مني طول الليل. ربنا يوفقك يا ابني. ربنا يكرمك. بقول لك ايه، عايزك تغسلها كده وتروقها وتخليها لي عروسه في ليله الدخله. وهتزفها على مين ان شاء الله؟ صاحب النصيب بقى عم رز. ماشي يا ابني. الله يستر طريقك يا ابني حربي. يا عم كنت فين اللي انت امبارح؟ كنت بكسر المله. بكسر القله. بقول لك ايه؟ الواد زين فين؟ معرفش، راح مشوار ومش هيتاخر. مالكش مشوار ايه؟ لا انا وانت كنت قلت لما هو هيقول. اه يا عم جه اهو. هو راح على فين كده؟ تلاقيه عند عم نوفل. عم نوفل؟ اه يا حنين. يا نعم. صباح الخير يا ست عطيات. اهلا. هو عم نوفل موجود؟ عايزه في ايه؟ ابدا اصل كنت انا يعني. مين يا عطيات؟ ده زين يا سينوفل. خليه يدخل. تعالى يا زين يا ابني تعالى. خش. اسلمي. اهلا اهلا يا زين. ايه يا ابني؟ بقالنا مده ما شفناكش. معلش بقى عم نوفل، مشاغل والله، انت عارف الدنيا تلاه. خير خير يا زين. خير ان شاء الله. انا كنت معدي قلت اطمن واسلم ويعني. اهلا وسهلا يا زين. ازيك يا دعاء؟ الحمد لله.
الله، ايه العبارة؟ هو ايه الموضوع؟ لا مفيش حاجة، أنا بس بعد إذنك يعني عم نوفل كنت عايز دعاء في كلمتين. طيب ما هي قدامك أهي. لا هكلمها بس كلمتين بيني وبينها كده يعني، ده بعد إذنك طبعا. يا حلولي كلمتين بينك وبينها؟ ده في أسرار بقى. إيه يا دودو؟ إيه الموضوع يا روحي؟ بعد إذنك يابا. تعال يا زين بره. شفت المقروصة؟ خدت الواد من ايده وخرجت ولا كأنك قاعد ابوها ونايم على ودانه. ما تقول حاجة يا نوفل. الله، ما يمكن عايز يستلف منها قرشين. يستلف كمان؟ هي ناقصة. قوم ما تقعدش زي البروطة، لا بتهش ولا بتنش يا برودك. انا مش عارفه اقول لك يا زين على وقفتك معايا دي. ما تقوليش حاجه. ايه، هو احنا غرب عن بعض ولا ايه يا بت؟ ربنا يقدرني على الرد جميلك ده يا زين. برضه جمايل في بينا؟ جمايل احنا؟ ما انا عارفه ان احنا اكتر من الاخوات. اخوات؟ ماشي يا ست، نمشيها المره دي اخوات، بس خدي بالك من نفسك. قوليلي صحيح هتعملي ايه بعد ما سبت الشغل؟ حسبها على الله، محدش بيموت من الجوع، وان شاء الله ربنا يرزقني بشغل احسن منه 100 مره. انا بجد زي مش عارفه اقول لك ايه. كتر خيرك وربنا ما يحرمني منك ابدا. فتك بعافيه بقى. الله يعافيك يا دعاء. يا عم زين كنت فين كل ده؟ لا ابدا، كنت في مشوار يعني كده، مهمه انسانيه. يا سلام، تصدق قطعتلي قلبي. ويا ترى بقى المهمه دي ليها علاقه بعم نوفل وبنت عم نوفل؟ يعني مش قلت لك حنين؟ ولا كيمو، فين الشاي بتاع ياض؟ جاهز ومتظبط ومستني الشريبه. لولا ده كيمو عمي ملقاش عندك عدة محمول متكمرة؟ انت تؤمر يا عمان. بس بقولك ايه، عايز افاب رخيص.